اتسمت معظمها بالهدوء والسلمية، وهي لا تخرج عن نوع من التعبير عن الرأي. ورغم أي تجاوزات قد تكون قد شابت بعض المظاهرات، إلا أن التعبير عن الرأي يمر ببعض التجاوزات في بعض الأحوال، وعلينا أن نناقش المضمون. يجب معرفة الجوهر. الواضح أن هناك مشكلات معينة يعبر عنها المتظاهرون ومعظمهم من الشباب، وهذه المشكلات تنحصر في أولا البطالة، ثانيا ارتفاع الأسعار وعدم التناسب بين الأسعار وبين الدخول، وثالثا الفساد، ورابعا نزاهة الانتخابات. كل هذه المسائل ليست غريبة أن نسمعها، لأنها تبحث داخل البرلمان، ومهمة البرلمان أن يكون نبض الشعب. ومن يتابع جلسات المجلس منذ فتح الدورة يجد أن الرقابة البرلمانية أخذت الصدارة، ولا تخلو جلسة من طلبات الإحاطة والأسئلة والطلبات المناقشة العامة، وليس أمرا منتقدا على الإطلاق أن يعبر الشباب عن رأيه. طالما تم ذلك بطريقة سلمية، بل إن بعض الاحتجاجات تأتي أمام المجلس، ويهتم المجلس الخلالي لجانب مختصة ببحث الموضوعات التي أدت إلى هذه الاحتجاجات، وكل ذلك من مظاهر الديمقراطية. لم تكن مصر تعرف المظاهرات ولم تكن مسموحا بها من قبل، كل ذلك من مظاهر الديمقراطية والترحيب بالتعبير. دعوت رئيس مجلس الوزراء للحضور إلى المجلس يوم الأحد القادم لكي يرد بنفسه على البيانات العاجلة التي قدمها أعضاء المجلس من الحزب الوطني ومن المعارضة الحزبية ومن المستقلين، ويأتي انعقاد المجلس يوم الأحد بطريقة طبيعية لأنه هو التأجيل الطبيعي، ورئيس الحكومة يجب أن يتكلم ويتكلم داخل البرلمان لكي يجيب بنفسه على البيانات العاجلة والتي تعكس ما يدور في الشارع. وعلى هذا فإن البرلمان باعتباره المعبر الدستوري والشرعي عن لسان الشعب يرحب كل الترحيب بسماع كل الشكاوى التي يرددها المواطنون سواء داخل المظاهرات او خارجها. بس الافضل يسالوا البرلمان اجتماع طبيعي يبدا الاحد القادم حتى تأتي إليه الصورة كاملة، فلا يتحرك البرلمان إلا بعد أن تأتي الصورة كاملة حول أبعاد المشكلة. أما اللجان فهي حرة في أن تنعقد في أي وقت، وبالأمس اجتمعت لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة التعليم لبحث موضوع تحويل بعض المدارس القرية.
القومية إلى مدارس تدريبية، وأقنعت اللجنة وزير التربية والتعليم بسحب قراره الخاص بتحويل هذه المدارس إلى تدريبية وتنفيذ حكم أحكام محكمة القضاء ذلك التي قضت بوقف تنفيذ قرار المسكوك، وذلك احتراما لإرادة لحكم القضاء وأيضا تهدئة للموقف. عشان المجلس باطل، مين اللي يقول باطل؟ السلطة الدستورية المختصة في ضوء أحكام القضاء وتفوق تقارير محكمة النقض، مش بناء على طلب القوى السياسية. ولا تنسى أن بعض القوى السياسية متوافقة في الانتخابات، فلا يعقل أن يكون المهدوم انتخابيا هو القاضي في نفس الوقت، وإنما علينا أن ننتظر تقارير محكمة النقض.